كيف يمكن للمسلم أن يتعامل مع المنكرات وهو يراها، وهو يتشوف إلى العمل بالمعروف، فهو لا يحب المنكر بفطرته وإيمانه، لكن هل يمكن إصلاح الناس وإنكار المنكرات هكذا كيفما اتفق؟ أم أن هناك منهجا يجب اتباعه؟ كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع منكرات عصره الأربع؟ ما هو نهجه وما هو سنته؟ وكيف يمكن أن نطبق ذلك في عصرنا اليوم؟ فنسعى للمعروف الذي هو غايتنا، وننكر المنكر حتى لا يقع علينا تحذير الله وغضبه. فنحن أمة إنما شرفها الله بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وقبل ذلك البعد الثالث الذي لا نتنبه إليه، أننا قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أننا دعاة خير. ألم تسمع إلى قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك خطبة اليوم أيها السادة بعنوان رباعية الهدوء النبوي. رباعية الهدوء النبوي مقابل المنكرات الأربع التي كان يشاهدها النبي عليه الصلاة والسلام ويتعامل معها. عن ماذا أتحدث؟ لنتابع معا كيف يمكن أن نعالج المنكرات الأربع. وقد ارتأيت أن أخصص هذه المنكرات الأربع لأنها تضم تحتها عشرات المنكرات والمعاصي. أولها القتل، وثانيها النفاق، وثالثها الجهل، ورابعها المعاصي. إذن نتحدث عن قتل ونفاق وجهل ومعاصي. هذه الأربع كانت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعالوا إلى أول واحدة، إلى القتل. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته بهدوء، وهو لا يريد إثارة مشكلة، وكان يخاطب الناس سرا، لا يريد أن يثير زوبعة في سبيل الإصلاح. وليسمع ذلك أولئك الذين يريدون الإصلاح حيثما حلوا. يبدأ الإصلاح بهدوء، فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالدعوة السرية، وكان في دار الأرقم، وكان يتعامل مع الأمر بالحوار والنقاش والهدوء، لكن الطرف المقابل لم يكن له من سلاح إلا القتل، وبدأ مسلسل الإجرام في وجه كل من يريد الإصلاح، يريد التغيير بهدوء، يريد أن يعيش بكرامة، يريد أن يقول كلمة حق. الجواب هو القتل، هو القصف، هو التدمير. ماذا كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ وتابعوا معي أن في علاجات النبي لهذه الرباعية رباعية أيضا، لكن قاسمها المشترك كما سنرى هو الهدوء. أول ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يقاوم هؤلاء العتاة الذين لا يفهمون إلا بالقتل بالقتل، والنبي وأصحابه قلة. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟
لجأ إلى الهجرة. فأول جواب لمن لا يفهم إلا بالقتل، ما في مجال للحوار، في أناس لا يتحاورون. طب ماذا تفعل؟ إنسان مجنون يعدو عليك بسكين أو يرميك بالرصاص، ماذا تفعل؟ هل من الحكمة أن تقف في وجهه فتقتل ويقتل أخاك ثم الصف الثاني والثالث والرابع؟ ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هاجر وأمر أصحابه بالهجرة، لأن علاج القاتل أن تهرب منه لا أن تقف في وجهه، وخاصة إذا كنت لا تملك أسباب الدفاع عن نفسك، فنفسك أغلى من جنونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عالج هذا القتل، هذا المنكر الأعظم، قتل النفس بالهجرة. المنكر الثاني الذي واجهه النبي عليه الصلاة والسلام النفاق، النفاق السياسي، النفاق الاجتماعي، متمثلا بالنفاق السياسي بقريش التي تريد أن تحول النبي عليه الصلاة والسلام إلى خصوم شياطين. فكانوا يشيعون بين الناس أن النبي ليس رجل إصلاح، ودعوته ليست لحفظ البلد ولكرامة البلد، إنما كانت دعوته للحصول على المناصب، ويريد الكرسي، ويريد مكة، ويريد السيطرة عليها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تركها لهم، كيف تزعمون ذلك؟ ثم لما كان الموقف الفاصل عندما أتى في عمرة القضاء في السنة السادسة يريد أن يعتمر، وهو يعلم نفاقهم وكذبهم، شاعوا أن محمدا يريد أن يغزو مكة وأن يقتل الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام عالج الآن النفاق بالحنكة، وهذا هو الهدوء الثاني. علاج النفاق السياسي والاجتماعي بالهدوء والحنكة. ماذا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنتم تريدون أن تصدروا إعلاما أننا نريد قتلكم، الآن يرسل النبي عليه الصلاة والرسول الرسولة والرسول، يا أهل مكة ما أتينا إلا عمارا، لا نريد قتلكم ولا نريد كراسيكم، اشبعوا بكراسيكم، نحن لا نريد إلا الحج إلى بيت الله الحرام، دعونا ندخل عمارا. لكن قريش التي سياسيها يتعاملون بالنفاق أشاعوا بين الناس أن محمد يريد أن يطأ بقدمه على كرامة قريش فيدخل مكة عنوا. بعضهم قال بل يريد الحرب، بعضهم قال يريد أن يتحدث العرب أن محمدا الذي صبع عن قومه وأصحابه يريد أن يدخل مكة وأن لا يأبه إلى قول ساداتها. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى بالهدوء؟ القضية لا تحتمل حوار، إذا دخلنا مكة عنوة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه 1400، لكنه إذا دخل مكة سيذبحون ذبح النعاج، واليهود من عادتهم قتل الأنبياء، فكيف يمكن أن يتوقفوا عن ذلك؟ ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ استخدم الأسلوب الثاني في الهدوء وهو الحنكة. ما الذي تريدون؟ نحن نريد أن ندخل مكة عمارا، ما الذي يقنعكم؟ قال أن تأتي في العام القادم. قال آتي في العام القادم، نضمن أن ندخل العام القادم. نعم، طيب قضية وقت، أنا أريد الإصلاح، أنا لا أريد كراسيكم لتفهموا يا أهل مكة، أنا لا أريد الكرسي، أنا أريد أن أدخل أعتمر في بيت الله الحرام، لا أريد منكم، أنا تركت لكم البلد حتى لا يقال أنا أريد منصب، أنا أريد إصلاح الناس، أريد نشر الدعوة. لكن قريش نظرت في أمرها، كيف يكون ذلك؟ نحن نريد أن يعود مهزوما،
لكن العرب ستتحدث عنا أننا منعنا الناس عن بيت الله الحرام، وهذه مسبة في عرف العرب وفي عرف قريش. نحن أهل البيت، كيف نمنع الناس؟ عندها لجأوا إلى الحنكة والتفاوض، ولجأ النبي إلى الحنكة والتفاوض، وكان للنبي عليه الصلاة والسلام الغلبة في نهاية الأمر، لكن ظاهره وبدايته كان يظن الناس أنه أن الأمر كان هزيمة للنبي عليه الصلاة والسلام وصحبه. فكان من حنكته عليه الصلاة والسلام أنه رضي بحذف محمد رسول الله، هو رسول الله، وسيدنا علي يأبى، وسيدنا عمر يأبى، يا رسول الله أليسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ لكن سيدنا أبو بكر يأخذه، قال يا عمر إلزم غرزة، إنه رسول الله، هناك الحنكة التي نحتاجها اليوم، كيف يمكن أن نجابه هؤلاء؟ سيذبحوننا، ولن تفيد العاطفة، لن تفيد جنون العاطفة مقابل هدوء العقل. فالنبي رضي وحذف باسمك اللهم، وحذف محمد رسول الله، حذف الرحمن الرحيم، قالوا لا ندري من الرحمن الرحيم، وحذف رسول الله، قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. هم يكذبون، لكن هي الحنكة، هي النفاق السياسي، هي ألاعيب السياسة، يتحدث بشيء ويبطل شيء. ماذا تفعل في مجاهدة ذلك؟ تعلم من رسول الله، تعامل معه على طريقته، فإن الحرب خدعة. نعم كما تريد، أنا لست رسول. طيب، هل كان النبي يعني يذل نفسه؟ حاشا وكلا. لكن أنت بدك تلعب إعلاميا الآن، وأنا سألعب معك إعلاميا. أنت تريد أن تشوه سمعتي بين القبائل أن محمدا صبع عن قومه ويريد الحكم. الآن أنا سأعود وأعود في العام القادم وبلا سلاح، علما أن النبي أرسل رسلا كثيرا، أرسل عثمان وأراد أن يرسل عمر، يعني يطمئن الناس. هم يريدون السمعة الإعلامية، وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في العام القادم، وكانت عمرة القضية، ثم كان العام الذي فتح مكة من وراء هذا الحلف الذي ظاهره كان فيه خسران. في التعامل الثالث، في المنكر الثالث، وهو الجهل بأحكام الله والجهل بعظمة الله وقدر الله عز وجل. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أناس يعبدون الأصنام. طيب كيف تخاطب إنسان؟ وانظر إلى الصعوبة، ليسمع شبابنا هذا خاصة الذين يشتغلون بالدعوة إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام ليس في مواجهة جهل بسيط، جهل على أعلى المستويات، بين إله حجر صنم وبين إله غيب في السماوات، المشكلة كبيرة جدا. يعني اليوم تخيل موقف النبي عليه الصلاة والسلام، هو لا يقنعهم بإله يرى محسوس، هو يقنعهم بإله غيب، بينما هم لديهم 360 صنم حول الكعبة يلمسونهم بأيديهم ويصنعونه بأيديهم. الآن القضية كبيرة جدا. فبقي النبي عليه الصلاة والسلام 13 عاما ليعلمهم من الله، وكان يتعامل بالتدرج حتى وصل بعد 13 عاما أن يؤمن الناس أن هناك إلها وأن هناك اليوم الآخر. لم يأمرهم بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، لأن الناس تحتاج عند التعامل مع الجهل المركب إلى التدرج. إذن هناك هجرة مقابل القتل، وهناك حنكة مقابل النفاق السياسي والاجتماعي، ثم كان التدرج مقابل الجهل المركب. ماذا عن المنكر الرابع؟ وكيف تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعالوا نتابع في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباد الله الذين اصطفى، وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى. إذن الهجرة والهروب أمام منكر القتل، والحنكة أمام النفاق السياسي والاجتماعي. عبد الله بن أبي بن سلول كان زعيم المنافقين ويعلم رسول الله، وقد قال كلمة الكفر، والقرآن يثبت، ولقد قالوا كلمة الكفر
وقالوا ليخرجن الأعز منها الأزل، ويأتي ابنه يا رسول الله أبي كفر، دعني أقتله حتى لا يقتله أحد غيري فأثأر له. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في حنكته مع النفاق الاجتماعي قال: نحسن صحبته ما صحبنا. هل هذا ضعف يا سادة؟ أم أنها الحنكة؟ أراد أن يتوسد بعباءة النبي وأن تكون كفنة. يأبى سيدنا عمر: يا رسول الله كيف ذلك؟ نحن نتشهى شعرة بشعراتك وأنت تعطيه عباءتك؟ قال: يا عمر، وما تغنيه عباءتي؟ إذا كان سيدخل النار، هل ستحميه عباءة رسول الله؟ لن تحميه. على موقفه دخل العشرات من المنافقين، علموا أن صاحبهم كان يخدعهم وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان على الحق، فأسلموا جميعا. إذن هكذا كان علاج النفاق السياسي والاجتماعي. ثم كما ذكرنا علاج الجهل بالتدرج، لكن ماذا عن المعاصي اليومية؟ كيف كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المعاصي اليومية وهي منكرات؟ كان نهج النبي عليه الصلاة والسلام الستر، ليسمع ذلك الذين يتصدرون، لإنكار المنكر والأمر بالمعروف. كان شعار النبي الستر، عندما ينصح ويعلم أن بعض فلان وفلان أخطأوا كان يصعد المنبر وكان يجمع الناس، يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، هل فعلوا كذا وكذا؟ هو يعلمهم، هو يعلمهم بالاسم، لكنه كان يكني يستر. لماذا؟ لأن العلاج للمخطئ يجب أن يكون على قدر الخطأ. فاليوم الذي يدعوك إليه العاصي والمذنب يقول لك: أيها المصلح، أنكر فعلي ولا تشهر بي. وهذه الرسالة التي نريد أن نوصلها: أنكر فعلي، أنا يا أخي أخطأت، لكن لا تشهر في، لا تفضحني على رؤوس الخلائق. الله عز وجل العظيم الجبار الذي يستطيع أن يقسم الإنسان حيثما حل، مع ذلك يأتي به يوم القيامة وقد تركه حتى يوم القيامة. الله عز وجل لو كان يعاقب كل إنسان يخطئ في كل لحظة ما ترك على ظهرها من دابة ولا على إنسان. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مع ذلك الذي يتوب قبل الممات وعليه ذنوب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: الله عز وجل رب السماوات والأرض الستير يأتي بعبده فيضعه تحت كنفه فيقول: يا عبد، أفعلت كذا؟ قال: نعم يا رب. أفعلت كذا؟ قال: نعم يا رب. أفعلت كذا؟ نعم يا رب. قال: فإني أسترها عليك اليوم كما سترتها عليك في الدنيا. لكن للأسف اليوم بعض الناس لا يلبس إلا أن يسمع كلمة عن أخيه يبدأ بالتشهير: خطأ يا أخي، قبل أيام واحد أخطأ بكلمة، فضيحة أمام الناس كله، استقال من عمل بسبب ماذا؟ يعني خطأ يا أخي، غلطت، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لا، يجب أن نفضح. برامج كاملة على التلفاز، أنا متخصص في الإعلام، برامج كاملة على الإعلام مادتها الرئيسة السخرية من الناس. طيب أين أنت لا من قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء؟ المادة الرئيسة، برامج كاملة، شو هدفها؟ والله أنا أسخر من الوزير الفلاني، أسخر من المسؤول الفلاني، أسخر من الفنان الفلاني، انظر كيف فلان وقع من على المنصة، فلان كيف أخطأ بالكلمة، فلان كيف بدل حرف بدل حرف. طيب ماذا تفعل؟ أنت تبني إنكارك للمنكر على المجاهرة. النبي عليه الصلاة والسلام يحذرك، وهي رسالة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تتبع عورة أخيه حتى يفضحه، تتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته. أتدري ما الله؟ إذا كان الله الذي سيتتبع عورته، هل يستطيع أحد أن يحجبك؟
هذا الإنكار المنكر لسه ما بيشوف غلطة على شيخ على عالم. لسه الآن تكتب كلمة بيطلع واحد بيكتب كلمة يشتهي كلمة خطأ يا سيدي، كلام خطأ، قال يا أخي هذا الدين مو صح، هذا الصلاة مو صحيحة، هيك طيب الآن أخطأ. ما هو الواجب؟ ما عندك اليوم على الفيس وعلى الواتس ما عندك شيء اسمه خاص؟ ليش تتفاخر إنه والله أنا بدي رد عليه على الصفحة؟ طيب يا أخي بعت له رسالة على الخاص، قال له يا أخي ما ذكرته غير صحيح وقد قال فيه العلماء كذا، أو المعلومة اللي عم تحكيها الإحصائية اللي جبتها خطأ، ما تذكره عن بلدنا والله هذا ليس صحيح، نحن يا أخي جماعة كذا كذا، صلح صلح. الآن لم يستجب، أرسل له من هو أفقه منك أعلم منك، إن الله لا يحب الجهر بالسوء إلا من ظلم. إذا الظلم عليك روح اشتكي عليه، تشتكي على شخص بعينه أمام قاض معين بعينه، ما في عندنا شيء اسمه المحكمة ذات الاختصاص، ما بصير أنت تحكي بقضية جنائية أمام في قضية جناح، كل محكمة لها اختصاص. الآن هذا الإنسان أساء لك بكلمة، الجواب ليس فضيحة على صفحات الصفحات، الجواب ليس التشهير، هذا ليس من الإسلام في شيء. من نصح أخاه سرا فقد زانا، ومن نصحه علنا فقد شانا. السبب يا سادة ليس القضية أنه والله بدي فش خلقي، أنت حط حالك محل الطرف الآخر، ألسنا جميعا نخطئ؟ يلي ما عنده ولا غلط يرفع إيده، يلي لا يخطئ إلى يوم القيامة يرفع إيده، كلنا نخطئ. طب هل ترضى أنه عندما تخطئ أن يشهر الناس بك، أن يهزأ الناس بك؟ والله صورته هو بعض الإعلاميين، أنا درس في الإعلام، بعض والله شو مطلع صورة واحد قاعد بمؤتمر زعيم رئيس والله هو عم ينظف أنفه، طب هل هذه براعة؟ إي والله بس تعمل لايكات بتجيب إعجاب بتجيب مشاهدين، هل هذا دين؟ أم هي الصحافة الصفراء الباباراتزي اللي بيسمعوها يبحث وراء الناس كي يتصيد أخطاءهم؟ طب الله ويبشرك النبي أن الله سيبعث من يفضحك على رؤوس الخلائق، لكن المصيبة إذا فضحك الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. لذلك أيها السادة، النبي سيد من تعامل مع إنكار المنكر والأمر بالمعروف، لكنه تعامل مع هذه الرباعية وأعيد، تعامل مع القتل بالهجرة والهروب، وتعامل مع النفاق السياسي والاجتماعي بالحنكة وهي التي نريد لشبابنا أن يتعلموها، وتعامل مع الجهل المركب بالتدرج. ألا ترى أن الخمر كان بين الصحابة؟ ماذا فعل الله عز وجل؟ أما تدرج في تحريمه؟ أما علم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الذي جاء ويسيء في صلاته، إنسان يأتي أمام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي لكنه يصلي خطأ يسرع في صلاته، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ لو كان بيننا اليوم ورأينا الآن إنسان يخطئ في الصلاة، يخطئ في التكبير، يخطئ في إحرام، طيب النبي أخطأ إنسان أمامه، أمام سيد الخلق، أمام المشرع الأول الذي علمنا الصلاة، نظر النبي عليه الصلاة والسلام وتابع الحديث، نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحدث بشيء، قال صلي فإنك لم تصلي. فورا ظن النبي أن هذا الرجل لا يعرف، طب هناك احتمال أنه يتعمد ذلك، طب ما الحل؟ إذا ممكن حبيبي ممكن تعيد الصلاة؟ قال صلي فإنك تصلي. فلما عاد الصلاة قال يا رسول الله لا أحسن غير هذا، هذا اللي بعرفه. ها عاد تمام، إذا أنت لا تعلم، الآن تقف تطمئن في صلاة، تطمئن في سجودك، تطمئن في ركوعك. فعلمه، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام لا فاحشا ولا بذيئا ولا صخابا ولا طعانا ولا لعانا، اليوم أي كلمة يخرج فيها إنسان فورا لعنة الله عليه، هذا من الكافرين فاسقين. وينظر عندنا نظام أسميه نظام فكحة، تعرفون نظام فكحة؟ فاسق كافر حلال الدم مباشرة، ارتكب خطأ إذن هو فاسق، إذن هو كافر، إذن هو حلال الدم. طب هل هذا من التشريع في شيء؟ ثم النبي عليه الصلاة والسلام والله عز وجل الستير يعلمك أن تتعامل مع المعاصي كما لو كانت صدرت منك. ما الذي تحب أن يفعله الناس معك؟ أن يستروا عليك معاصيك، أن يتعاملوا معك فرق أنت لم تتعمد، حتى لو تعمدت في مسألة ربما عن جهل، ربما عن خطأ، ربما عن شهوة نفس، ربما عن وسوسة شيطان. لذلك يخبرك النبي عليه الصلاة والسلام لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، شيطان وسوسته،
نفس الأمارة بالسوء دعته إلى فعل فاحشة أو خطأ ما، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. هذه رباعية الهدوء النبوي في رباعية إنكار المنكر والأمر بالمعروف. أسأل الله العلي العظيم أن تكون هذه الخطبة تأسيسية جامعة. عودوا إلى بيوتكم، سنبث الخطبة على الصفحة. عودوا، اكتبوا، راجعوا مع أبنائكم، علموا أبنائكم. إذا رأيت إنسان لا يتقن إنكار المنكر ولا الأمر بالمعروف، قل له: تعال لنحتكم إلى سيد الخلق، هو أول من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هل نتعامل كما يتعامل؟ أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من المصلحين